لقي شخص وقال له: أنت تقول أن الله موجود، والموجود اسم مفعول، واجد موجود، موجود مضروب ملعوب، مأكول مشروب، إذن الله مصنوع، الله مخلوق. فجمع الأقوال يضطرب، يذهب الآن يجمع الأقوال، يلجأ دائما إلى جمع الأقوال. لكن صاحب الآلة يعلم أن في اللغة العربية علم الصرف، فيقول له: موجود، هل بمعنى أوجد موجودا، يعني صنع مصنوعا، أنشأ منشأ، أم أنه وجد موجودا؟ قل: إنسان وجدت الحق، هل أوجدته؟ لا، بل وجدته، أدركته، وجدت الله، الله موجود، وجدت الموجود، عرفته. دائما عندنا المصدر والفعل الماضي والفعل المضارع والمفعول المطلق واسم الفاعل واسم الآلة واسم الزمان واسم المكان والصفة المشبهة واسم المفعول وإلى ما يتبع ذلك. فمن درس في علم الآلة عندما عرضت عليه مثل هذه القضية ما اضطرب وألحد واحتار، بل رجع إلى هذا العلم.